مساء الخير، انا دكتور اسراء فوزي، استشاري امراض الجلديه في مستشفى وادي النيل ومستشفى الحوض ومرسود. النهارده هنتكلم على سرايس. طبعا كلنا عارفين سرايسز is a very common skin disease هنا في مصر. سرايسز مش بس بتأفكت السكين، بتأفكت كمان السكالب، بتأفكت النيل، بتأفكت التانك. ليها باترنز كتيره قوي، لكن الكومنست باترن سرايسز هي البلاك بيكتشر بتاعت البلاك او السكيلي ارسيمتس بلاكس على السكين. ممكن تأفكت السكالب في فورم بتاع سكيلز وارسيما، ممكن تأفكت النيلز زي بيتنج، هو كومنست باترن اللي ممكن تأفكت بيها النيلز، لكن ممكن كمان تعمل حاجات زي اويل سبوت والسالمون باتش، وممكن يكون ليها باترنز ثانيه زي باستيلر سرايسز. طيب ازاي هشخص السرايسز؟ مينلي هشخصها عن طريق كلينيكال اكزامينيشن، لكن لو احتاجت ادينج تول هلجا للدرماسكوب، وممكن لو انا بالنسبه لي قلقانه قوي ممكن اخد بايوبسي واعمل هيستوباثولوجيكال اكزامينيشن. مهم جدا عيان سرايسز اعمل له سكورنج، لان السكورنج ده هو اللي هيفرق معايا في ان انا اشوف الايفكتس بتاع التريتمنت اللي انا هديه له. عيان سرايسز مش بس اونلي سكين بروبلم، لكن سرايسز ليها كتير كوموربيديتيز لينكت للسرايسز، من ضمنهم الدايابيتس، الاوبستي، الهايبرتنشن، الكارديوفاسكولار ريسك. فيا ريت عيان سرايسز ماخدوش بس كسول ان هو سكين ديزيز، لا انا محتاجه ان انا اشوف الكوموربيديتيز، لان ممكن اكون انا اللي اكتشفها وابعته بعد كده لدكتور البطنه واكون جايدنج ان انا اكتشف اي مشكله عنده. وكلهم اتس لايك ا فيش سيركل، ان احنا لما لو سرايسز زادت بتزود الكوموربيديتيز، والعكس لما بنمبروف سرايسز بنمبروف الكوموربيديتيز اللي عند العيان دي كلها. هعالج السرايسز ازاي؟ ستيب وايز على حسب البادي سيرفيس اريا الافكتد. لو هي لوكالايزد ليجنز هلجا للتوبيكال تريتمنتس، طبعا الكورنر ستون عندنا توبيكال ستيرويدز وكراتوليتكس. لو الموضوع سيستميك هبدا افكر في سيستميك تريتمنتس زي ميستريكسيت، لاستريتين، سايكلوسبورين. وما انساش ان الفوتوثيرابي من اهم اللاينز اوف تريتمنت لعيانين السرايسز، وممكن كومباين الفوتوثيرابي سواء كان توبيكالز او اذر سيستميك تريتمنتس. ده يخليني اقلل من السيستميك تريتمنت اللي هديها والسايد افكتس بتاعتها، وفي نفس الوقت ان انا استخدم حاجه للعيان كلونج تيرم تحسن مع الدنيا. طبعا دلوقتي الايرا او اللي نازل جديد في عيانين سترايسس ولد بروميسنج ريزلتس جدا في تريتمنت هي بايولوجيك تريتمنت، لكن بليز مش كل العيانين هنشفت بايولوجيكس. طبعا البايولوجيكس از اوف هاي كوست هنا في مصر، فمش كل العيانين هلجا للبايولوجيكس، لكن ممكن ريزرف البايولوجيكس للعيانين اللي عندهم بايت سيرفس اريا افكتد كبيره وفي نفس الوقت ريزيستنت للتراديشنال سيستميك تريتمنت ستايل. I think.